السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في أمسية جديدة نقضيها معكم في هذه الحلقة من برنامج سيدتي. أحييكم مشاهدينا وأحيي زميلاتي في الرياض وجدة. مساء الخير جميعا. مساء الورد ميسا. مساء الورد لمشاهدينا الكرام. أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة ومباشرة من برنامجكم سيدتي. يوم جديد وفقرات جديدة نقدمها لكم، ولكن قبل البدء في الفقرات خليني أمسي على زميلة جيهان. مساء الخير جيهان. مساء الخير خلود، وأهلا بكل من انضم الآن إلى شاشة روتانا خليجية. قبل ما نتعرف على مواضيعنا لليوم، اسمحوا لي أنتقل إلى الرياض وأمسي على زميلتي خلود. مساء الخير خلود. مساء الخير جيهان، وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج سيدتي، مواضيع منوعة تهم كل سيدة عربية. في حلقتنا اليوم نتعرف عليها مع زميلتي ميساء. إليك ميساء. شكرا يا خلود. مشاهدينا، لكل من يريد التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني أدعوكم لإرسال أرائكم واقتراحاتكم على سيدتي @rotana.net. أما البداية دائما مع أبرز العناوين. في سيدة اليوم، تردد المرأة مرض أم قلة الثقة بالنفس؟ غير مصرح لها بالعمل، عبارة تحرم مولودات السعودية من أحلامهن. ملح بركات يشن حرب إعلامية شرسة على النجوم، ونانسي عجرم تطلق غالي. خبراء أوباجي يناقشون عمليات تصحيح النظر. إكسسوارات عصرية تساهم في الحفاظ على البيئة. امرأة تموت كل دقيقتين والسبب سرطان عنق الرحم. أهلا بكم. قد تدفع المواقف التربوية والضغوطات الاجتماعية إلى بناء شخصية مترددة غير قادرة على اتخاذ القرارات وتحديد المواقف. ما تأثير الشخصية المترددة على حياتنا؟ نتعرف عليها بعد هذا التقرير. التردد أو التفكير أكثر من مرة قبل اتخاذ أي قرار مشكلة تعاني منها بعض السيدات اللواتي يسألن المحيطين بهن للوقوف على آرائهم، لكنهن يقررن شيئا مختلفا تماما عن نصائح الآخرين. يعني يلا مثلا متردد إذا أحكي وما أحكي. إيه طبعا. لا لا لا، بس أريد أعمل شيء بعمله. إيه إذا القرار صعب شوي طبعا بيتردد شوي الواحد. لا باخذ قرار على طول. لا ابدا. لا ابدا. حسب اي وقت بالشهر. لا مني متردده. ايه كثير متردده كثير. مزبوط. مشاكل كثير يعني بتصير تخلى من ورا اذا كان في اولاد وصعب تاخذ قرار. يعني بجرب ان اشوف اخف الاحتمالات اني ما اذي الطرف الثاني، بس بنفس الوقت اخذ حقي. يعني لا ما بيأثر. طبعا اذا في اتخاذ قرارات اساسيه طبعا بياثر اكيد، لانه تكون متردده ما بتعرف شو تخطط. هو اهم شيء التخطيط. اكيد التردد كثير بيعمل مشاكل، بياثر تفكك الاسره والمجتمع وهيك اشياء. يعني بياثر. ايه احتمال ياثر. اي تردد بيكون له موقف سلبي دائما. مشاهدينا، أرحب بالأخصائي النفسي في مدينة دبي الطبية الدكتور محمد رمضان. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا بك أستاذ ميس. دكتور، أول شيء أنا راح أسألك عن الأسباب. إيش الأسباب اللي تجعل من بعض الشخصيات، وربما إحنا من ضمن هذه الشخصيات، اللي نكون مترددين؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم. التردد عرض لمرض. المرض هو فقدان الثقة في الذات. فقدان الثقة في الذات لا يأتي صدفة. يأتي نتيجة للحماية الزائدة من قبل الأب والأم. يأتي نتيجة لعدم الفطام النفسي للطفلة. زي ما في فطام بيولوجي في فطام نفسي. الفطام النفسي تتعود الطفلة تاخد قرار وتتحمل المسؤولية. ما فيش فطام نفسي يعني الآخر يديني قراراته. لما أكبر وبكون بصدد إن أنا أحط رأيي واختياراتي في موضوعات تخص المستقبل والزواج والحياة، ما بنلاقيش ده موجود، لأنه أصلا ملوش خلفية في التربية. ونحن في عالمنا العربي إحنا دايما
نقوم بتدعيم رهيب للطفلة والطفل العربي ينشأ بلا هوية بلا قرار. وأول امتحان بيكون في اتخاذ قراراته في مرحلة الجامعة، يفشل في تحديد الكلية. طيب بعد كده يفشل أيضا في تحديد. نعم إحنا راح نتحدث عن، بما أنه طلع سلوك تربوي في الأساس فراح نتحدث عن هذا الجانب أكثر، لكن خلينا أسألك هل هو أو متى يتحول من سلوك لحالة مرضية؟ يتحول من سلوك لحالة مرضية عندما تزداد الاعتمادية على الآخر، فبالتالي أنا غير قادر على اتخاذ قرار، وإذا اتخذت قرار أبقى متردد. متردد ليه؟ لأني عندي قوتين، عندي رغبة وعندي رهبة. لما بتتساوى القوتين الرغبة والرهبة في الدرجة ببقى ممزق نفسيا، مش قادر أخذ القرار ألف ولا بي. ده لأني ببساطة شديدة غير قادر على تحمل تبعات القرار. نعم. التعود منذ الصغر والتحمل لتبعيات القرار يخليني أخذ قرار بسهولة. ليه بتردد؟ لأني أحبو في حضانة اتخاذ القرار. طيب خليني أسألك عن طرق التعامل مع شخصية المترددة، يعني إلى حد ما هي شوية مهمة صعبة بالنسبة لنا، إيش أفضل الطرق للتعامل مع شخصيات المترددة؟ إنك تزنقيه وتقولي له لازم تاخد قرار بنفسك، وإلا ما فيش يبقى ما فيش، ما في حل؟ إذا ما خدتش قرار تخرج معنا ولا لأ يبقى ما فيش حاجات أنت بتحبها. كده أنت هتديله تدعيم لشخصيته إنه ياخد قرار. لكن اللي تشوفيه أنت يا ماما واللي تشوفيه أنت يا بابا ما ينفعش، لازم هو ياخد قراره بنفسه. هل أنت تتكلم على الأطفال؟ على الأولاد الصغار؟ حلو سؤالك. أنا بتكلم على الكبار الأطفال. يعني إيه؟ يعني ساعات تلاقي طفلة في الثلاثين من عمرها ما هي قادرة تاخد قرارة، ما هيش بتاخد قرار لأنها طفلة ما زالت في رحم الأم النفسي. يعني تعيش فكر الأم، اتجاهات الأم، حياة الأم. ولما تكبر وتتجوز يشعر الزوج بأنه تجوز جسد الزوجة وعقل الأم. فبتفشل الزيجة لأنها غير قادرة على اتخاذ قرار ومترددة. المشكلة مش هي، المشكلة كمان الأم تقوم باستيعابها تماما وتقوم باحتضانها وتفضل سلسلة الرحم النفسي موجودة. لا اعملي كذا، تزيدها، تخليها معتمدة عليها بالضبط كده. فهي بتزداد ثقة فين؟ مش في نفسها، تزداد ثقة في الأم وقرارات الأم، تقول له لا أمي قالت كذا وأمي أكثر مني خبرة، وأي شيء تتصل على أمها تسألها بالضبط كده. ما تخجل حتى قدام الناس، أو يخجل عشان ما نكون بنتكلم بس على البنات. لا. لأن الشخصيات المترددة موجودة في الجنسين بشكل عام، هي أكثر عند الرجالة كمان، بس عشان ما نكونش ظالمين للستات هي أكثر. يعني تلاقي طفل عنده 30 سنة يتعين في وظيفة زوج بقرار من حكومة الأسرة. نعم. حكومة الأسرة اللي هي الأم. نعم طبعا، أو الأهل حتى. نعم. طب إيش الآثار المترتبة على حياة المتردد؟ يعني قديش راح تأثر عليه في حياته؟ إن الآخر لن يثق فيك لأنك ملكيش قرار، إن الآخر مش هيحترم قراراتك لأن ملكيش قرار. إن الآخر هياخد قرار بدلا عنك لأنه عارف إنك ملكيش شخصية وكيان. وبالتالي افتقاد الثقة في الذات يؤدي إلى افتقاد الثقة في الآخر، والآخر دايما شايفني طفل مش شايفني راجل صاحب قرار وصاحب مسؤولية. كل هذه التبعات بتخلي الآخر هامشي، يفقد الثقة في الذات في أول الأمر، ثم يفقد الإشباع الذكوري أو الأنثوي من الداخل، يشعر أنه أنثى في عيون الآخرين، يشعر أنه راجل في عيون الآخرين، ليس لديه ثقة من الداخل. الإشباع الخارجي اللي بيقول له أنت راجل أو أنت أنثى كاملة الأنوثة إشباع سرابي ما بيرويش، يفضل متعطش دايما لهذا الإشباع. ودي المشكلة اللي احنا بنلاقيها دلوقتي في ناس كبار شكلا ضعاف الشخصية. المشكلة أيضا بعد الجواز في مرحلة الأمومة اللي محتاجة عطاء بنلاقيها. خلينا ناخدها واحدة واحدة، في الزواج كيف بتكون وفي الأمومة كيف بتكون؟ بالنسبة للنساء خلينا نتكلم أول. في الزواج في حقوق وواجبات. هي تعودت إنها تاخد ولا تعطي؟ تاخد. بس مو كمان النساء في العالم العربي يعني معروفين إنه ما هم مطالبين أصلا يكونوا صاحبات قرار أو مسؤولية. ما ده الخطأ في الزواج في الفهم يعني العربي. تعتقد انه شيء من الدلال يعني يعني ليه هذه الفكره الخاطئه ان المراه في العالم العربي ما تاخدش قرار؟ نحن هنا نجرد المراه العربيه من انسانيتها واستقلاليتها. لا، انا رايي العكس، تاخد قرار وتبقى شخصيه قويه في ضوء من الشرعيه، في ضوء من الاخلاق، تاخد قرار
البعض يعتبرها يعني إذا قادت في منزلها فهي تجردت من أنوثتها ربما. هذا البعض متخلف في الفكر. وأوعي أنت كده بتقول على تتبع العرب يعني. انتبه. لا، هو التخلف الفكري يأتي عندما تحرمي الإنسان من حريته. وإذا كان الثلاث أرباع كده فهم أكثر من متخلفين عقلي. هذه قوية كتير يا دكتور، يعني حد زعل الناس مننا. بس فعلا في عالمنا العربي يعني تظل المرأة ما هي مطالبة أنها تشيل المسؤولية. لا، الصورة الصحيحة كيف ممكن تتجاوز هذه النظرة وتتجاوز هذه المرحلة؟ عليها أنها تكون ذكية، بمعنى ألا تكون طفلة عديمة الشخصية. تحب المرأة تبقى طفلة عديمة الشخصية؟ أكيد لا. برافو، يبقى أنت عايزة ليها شخصية طبيعي. لا طيب، وكمان ما تخليش المرأة قوية الشخصية عن الرجل، لأن الرجل لا يفضل أن تكون المرأة أقوى منه، لكن يفضل أن يكون لها كيان وشخصية وشخصية مستقلة. إذن التطرف في الطفولة والدلع اللي عند المرأة العربية والوهم الكاذب المتخلف عقليا في أن ما يبقاش عندها قرار. نعم. خطأ. كمان المرأة لازم تبقى ذكية وما تبقاش قوية بالدرجة أن تخوف الآخر يقرب منها، خطيب أو زوج طبعا. نعم. طب كيف تشوف المفارقة أو المقارنة بين العرب والغرب في هذه الجزئية تحديدا؟ هل في نسب مثلا أو إحصاءات أو شيء؟ حلو السؤال ده. الغرب يتجاوز مكانه للأمام، والعرب لا تتحرك من مكانها للأمام. الغرب يعقد مؤتمرات ويقدم حلول عن مشاكل المرأة، العرب يعقدوا مؤتمرات ولكن لا يقدموا الحلول، لأنهم داخلين المؤتمر أو الندوة بأفكار سابقة. أفكار سابقة. اوعى حد من الستات يبقى له رأي. طب بتعمل المؤتمر ليه؟ عشان نطلع في التلفزيون. بتعمل المؤتمر ليه؟ عشان البوفيه بتاع المؤتمر بيبقى شيك، عشان نكون احنا عملنا مؤتمر. بالظبط كده، لان دي حاجات خانات هم بيسددوها في الشغل الاداري. لكن مفيش استراتيجيه لتطوير فكر المراه. انا مع تطوير فكر المراه ومع استقلال شخصيه المراه في اطار من الاخلاق العاليه. نعم. والشريعه الاسلاميه. طيب ايش الحلول، ايش وسائل العلاج للشخصيه المتردده؟ ان تتغير الصوره العربيه من الناحيه الذكور والإناث، عليهم أنهم يفكروا خارج الصندوق الأسود. كيف يفكروا دكتور؟ أعطينا شوية طريقة عملية. يعني مثلا إذا قلنا أن المرأة ما ينفعش تفكر وتاخد قرار في أنها تختار الكلية، فالأخ الأكبر هو اللي يختار. موافقة؟ أكيد لا. هو ده، يبقى إذا هي فكرت. طب كيف هي تقدر تقول لا؟ يعني أنت عارف كمان المرأة العربية في مجتمعنا، أنا ميولي علمي ومش هخش أدب. أنا نفسي أخش كلية الهندسة ومش أخش كلية الآداب. وهنا تحترم رأي المرأة، هذا ما أقصده باحترام رأي المرأة. يعني إيه؟ خليها تقود سفينة حياتها لبر الأمان. طب البديل إيه؟ المرأة العربية سوف تكون خاطعة خانعة مليئة بالاضطرابات النفسية والإحباط والاكتئاب، تكره الرجل جدا، علاقتها بالرجل سيئة، لأنه هو صاحب السلطة وصاحب القهر. طب ده بيعمل لها ايه؟ القهر النفسي على المرأة بيؤدي لأمراض نفسية وبعديها أمراض عضوية خطيرة جدا، يؤدي للاكتئاب واللي بيجيب أمراض نفسية خطيرة زي الصداع وزي ألم الكتف وزي ألم الرقبة وزي اضطرابات النوم واضطرابات الطعام. نعم. حتى الأمراض الجلدية الآن. هذا القهر. هذا القهر. هذا القهر جاء من التفكير داخل الصندوق. داخل الصندوق المرأة ما تتكلمش. المرأة ما تختارش الكلية. المرأة ما تعملش أي حاجة ضد مين إدى الرجل السلطة دي؟ هو. واخد بالك؟ وهنا في أنانية من الرجل ضد المرأة. طب معلش، إيش علاقتها بالتردد بس قبل ما نختم؟ خايفة. يعني أنا لو خدت قرار دون الأخ الأكبر هيضربني، هيطردوني من البيت، فيفضل أن يبقى عندي الاتجاهين. وده اللي أنا قلته من شوية. الرغبة والرهبة. يعني عندي رغبة 50% وعندي رهبة أن أنا نفذها بنسبة 50%. ده بيؤدي لصراع نفسي مرير، وأفضل أكبت جوه نفسي لدرجة أن الغدة الدرقية نفسها بتتوقع عن إفراز السيروتونين، وده الهرمون الأساسي اللي بيحافظ على اتزان الحالة النفسية والجسدية عند المرأة. نعم. مسكينة المرأة لو فكرت تبقى مجرمة، ولو ما فكرتش تبقى ما عندهاش شخصية. والله أنتوا ظلمتوا المرأة.
لا هو ان شاء الله ما هي مظلومه، وان شاء الله المراه دائما قويه وراح تاخذ حقوقها. أتمنى. شكرا جزيلا لك دكتور محمد رمضان، شكرا لوجودك معنا. مشاهدينا راح نروح الان لفاصل قصير ومواصلين معكم، خليكم معنا. انت متفوقه معها، والطموحه معها، السعيدة معها، الرابحة معها، معها أنت الشابة الدائمة، سيدتي، سيدة المجلات العربية، سيدتي نت، معك أثناء دراستك، معك في مملكتك. ومجلة سيدتي لكل فرد من عائلتك. وموقعها الجديد لكم ومعكم كل لحظة. في سيدتي بعد الفاصل، غير مصرح لها بالعمل، عبارة تحرم مولودات السعودية من أحلامهن. بكم من جديد. فئة من المجتمع وجزء من تكوينه ليس مصرحا لها بالعمل. المزيد مع زميلتي جيهان في جدة، إليك يا جيهان. شكرا ميثا. فعلا هم هن يعيشن بيننا منذ الولادة، نفس الأرض نفس الماء نفس الهواء، ونتشارك في كثير من العادات والتقاليد أيضا، ولكن لأنهن يقمن هنا في السعودية فالنظام لا يسمح لهن بالعمل. هذا هو التحقيق الذي أطلقته مجلة سيدتي، ونشاهده في التقرير التالي. شهد عمل المرأة في السنوات الأخيرة على تطور ملحوظ، شملت أدوارها في كافة المجالات حتى وصلت للمراكز القيادية. كانت وما زالت لها بصمة واضحة في المجتمع، حتى أنها تخطت الرواسب الاجتماعية التي تعيق عجلة التنمية، وأثبتت بكل جدارة مدى قوتها في أن يكون لها حق وحقوق في هذا الوطن. ولكن هناك حقوق مسلوبة من فتيات تربوا وكبروا ودرسوا على أرض هذه الوطن، وأرادوا أن يقدمن ويشعرن بالانتماء، إلا أنهن تحت مسمى مقيمات وغير مصرح لهن بالعمل. تحقيق أجرته مجلة سيدتي مؤخرا حول المقيمات في السعودية ومدى معاناتهن في إثبات أبسط حقوقهن في العمل وتوضيح مكانتهن في المجتمع، والتي اتضح من خلال التحقيق أن النظام والقوانين المتبعة أهدرت سنوات عمرهن. فنظام نقل الكفالة وعدم تصريح بالمسمى الوظيفي في الإقامة جعلهن يرضخن بالعمل من غير عقد والتنازل على أهم الحقوق. جمع التحقيق الذي أجرته مجلة سيدتي آراء المسؤولين وسيدات المجتمع أمثال السيدة لمى السليمان، التي ناقشت منذ سنوات بمركز السيدة خديجة بنت خويلد ملف عمل الفتيات من مواليد المملكة، وإعطائهن بشكل نظامي ودائم رخص عمل ليكون وضعهن كموظفات رسميات. أما الدكتورة أروى الأعمى فتجد أنه يجب أن تفعل وجودهن وإعطائهن الفرصة في مختلف القطاعات. لبرنامج سيدتي رغد السليماني، جدة. للحديث عن هذا الموضوع الذي نشرته سيدتي، يسعدني أن أستضيف هنا في استوديوهاتنا بجدة محررة مجلة سيدتي بجدة الأستاذة رانيا الوجيه. أهلا وسهلا بك. أهلا بحضرتك. تسلم. رانيا أستاذة ولا رانيا ولا اللي رايح اللي رايح. أستاذة رانيا، كيف بدأت معك فكرة هذا التحقيق؟ طبعا الفكرة بدأت بالصدفة، مش بالصدفة البحتة، ولكن كان الموضوع بيشغل تفكيري من فترة لفترة. نعم.
بس الإصرار على الفكرة أنه أقوم بتنفيذها كانت من وقت ما اجتمعت بمجموعة من البنات مواليد المملكة. وتقريبا يعني مش هم مواليد كمان وحتى أهليهم من مواليد المملكة. لقيتهم في تخصصات ومهن جدا مهمة في البلد، من مهندسات، من دكاترة، من ممرضات، من صحفيات إعلاميات. فمرة كانوا بيتكلموا في الموضوع بشكل طبيعي، إنه واحدة بتذكر موقف حصل لها في المطار، إنه هي رايحة تحضر مؤتمر وفي المطار بتقول لهم أنا طبيبة، فبيفتحوا الباسبور ما بيلاقوا المهنة، بيفتحوا الاي دي اللي هي الإقامة اللي هي السعودية اللي هي عايشة فيها، برضو ما فيها المهنة، مكتوب تابع غير مصرح لها بالعمل. وتعبت كتير إلين ما أثبتت لهم بالاي دي حق العمل وورقة من العمل، برضو فاكس انبعت على المطار في نفس اللحظة إنه إثبات إنه هي طبيبة وجاية تحضر مؤتمر. طب إيش السبب اللي أدرجوا تحت يعني المهنة طالبة؟ ساعات بيكتبوا طالبة في الجواز وفي الإقامة بيكتبوا تابعة ليس مصرح لها بالعمل، إيش السبب؟ من فين جابوا هذا الموضوع؟ وكيف تأثيره على واقع هذول البنات اللي هم يعني من جد في 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 مهن مهمة جدا؟ بالضبط. هتقولي لي من فين جاء القانون ده؟ هذا قانون يعني احنا ما بنتدخل فيه، قانون حكومي. وزارة العمل، مكتب العمل، هذه قوانينهم، هذه مأذيهم طبعا كنفسيا، مسبب لهم زي حسرة على نفسهم انه درسوا وسنين في الجامعات وكانوا بيحلموا ان هم يعني من ابسط حقوقهم ان هم يذكروا المهنة حقتهم سواء في الاي دي او في الباسبور، يعني زي الدول الثانية اللي برا وتفتخر بالشيء ده. بس للاسف كونها مقيمة وعايشة في المملكة صعب عليها الشيء ده. طيب كان في التحقيق لما قريته كان في رأي لوزارة العمل، إيش النظم المتبعة في وزارة العمل تجاه هذا الموضوع؟ وزارة العمل كان ردها واضح وصريح وصارم، غير مصرح لهم بالعمل ما عدا من أمهات سعوديات، اللي من أمهات سعوديات فقط هم اللي ليهم الحق في ممارسة أي مهنة سواء بتخصص كل المهن ولا بيندرجوا كمان تحت لا كل المهن شايف نطاقات صح؟ لا كل المهن تقريبا، لأنه خلاص القانون الجديد أنه الأبناء من أمهات سعوديات بيتعاملوا معاملة السعوديين في جميع القطاعات طبعا. طب يعني إحنا عندنا يعني في إلى الآن في القطاع الخاص بنقعد نتعب عشان نطلع تأشيرة ونستقدم يعني موظفات، مو اللي عايشين في البلد ومولدين في البلد وتعلموا تعليمنا وشربوا عاداتنا وتقاليدنا هم أولى. ما في طريقة في يعني بعد ما حضرتك أنت يعني بحثتي في كل الجهات وسواء وزارة العمل أو كمان عملت لقاء مع سيدات الأعمال، ما شفتي في طريقة يعني لاستعمالهم أفضل؟ طبعا هو في طرق، وهو الآن يعني أنا ما حقول لا ما بجالسين أخذوا الشهادة وجالسين في بيوتهم، لا بيمارسوا المهن حقتهم، بس هذا برضو يعني ولكن بدون أي إثبات، بدون أي عقود، بدون أي إثبات لطبيعة عملهم، مجرد تعاقد ودي بينهم وبين المنشأة اللي هم تابعين ليها وبيشتغلوا فيها بشكل ودي بس. نعم. لكن بشكل قانوني ورسمي وكده لازم يكون في حاجة اسمها نقل كفالة على المنشأة اللي هي بتعمل فيها. طيب ونقل الكفالة طبعا دي صعبة. مشكلة أخرى طبعا، لأنه صعبة. في أي لحظة ممكن الشغل ده يقول لها مع السلامة، فهي مع السلامة من البلد. بالضبط. ودي مشكلة تانية، مشكلة تانية فيها تشتت للعائلة، إذا العائلة كل جذورها وكل حياتها هنا، لو بنتهم طبعا راحت خرجت خروج نهائي من البلد، العائله دي كلها حتتشتت طبعا. نعم. طب ايش كان راي سيدات الاعمال؟ زي ما شفنا في التقرير ان انت حضرتك كمان عملتي مع سيدات الاعمال، وزي ما ذكرت لما سليمان انه هذا الموضوع استثاروه منذ سنوات بيدرس في فعلا. مركز خديجه بنت خويلد، ايش اللي صار؟ ولغايه الان الموضوع تحت الدراسه. من سنوات لغايه الان تحت الدراسه. نعم. ولكن انا يعني انبهرت بردة فعلهم سيدات الأعمال، ما توقعت إنه حيقولوا كده يعني في ظل دحين الفترة اللي بتطالب فيها وزارة العمل بالتوطين وبالسعودة. هم حابين يستفيدوا من كيف كان يعني ردهم عليكي بإنه إيوة نبغى نستفيد منهم من غير ما نأثر على خطط السعودة ولا نزاحم بنات البلد؟ بالضبط.
على أساس أن هم كانوا بيفكروا أن يستغلوا الفئة هذه من الفتيات المواليد المملكة على حسب كل واحدة كفاءتها وخبرتها وشهادة العلمية زي كفاءتها. اختبار كفاءة يعني؟ بالضبط بالضبط بدون ما إيش ما يعني ما تزاحم المواطنة وفي نفس الوقت يعني لسه في تخصصات يعني في الحقيقة في تخصصات وإحنا لسه بنستقدم ولسه بنستخدمه في تخصصات لسه ما زالت البنت السعودية لا تجرؤ على الدخول فيها بس البنت العربية المقيمة تقدر إنه هي تخش فيها يعني يعني بحكم طبيعتها ويعني انفتاحهم أكثر. طب هل كان غرضك أنت من التحقيق إثارة هذا الموضوع عشان يلاقوا حلول ولا فعلا أنت لقيتي حلول من أي الناس هدول اللي تكلمتي معهم؟ حكذب عليك لو أقول لك لقيت حلول لا طبعا لسه ما لقيت حلول بس أنا أسرت عشان يعني أتواجد في حلول بحس أنه نعالج المشكلة هذه وكمان يعني مع ردود أفعال سيدات الأعمال أنه أنه فعلا من باب أولى أنه إحنا نستفيد من الكوادر الموجودة يعني هم أقرب حاجة للمواطنين السعوديين أقرب حاجة بحكم التربية الولادة الدراسة عكس لما تجيبي احد من برا لسه مش فاهم البلد ولا طبيعتها صح فحيكون صعب لا وبندخل في مشاكل ثانيه اللي هو يعني اللي محرم وجود بالزبط. محرم او لا وجود محرم. طب الدراسه هل يعني الدراسه اللي قاموا بها في مركز خديجه بنت خويلد ما في منها يعني ما شفتي اي ثمار ليها او شفتي اي نتائج لها الى الان؟ حقيقه لا لسه بس ان شاء الله ممكن اتابع معاهم في الايام المقبله باذن الله. طيب وتصريح وزاره العمل كان انه قطعي لا ما في شغل ما في اي مثلا انه دراسه تجرى ولا لا بالضبط ايوه لا ممنوع غير مصرح لها بالعمل بس قال لي حاجه يعني ها تشفي الغليل شويه قال لي بالنسبه اذا يعني محتاجين ان هم يضيفوا المهنه في جواز السفر يقدروا هم يضيفوها في جواز السفر عن طريق السفارات تابعه لكل احد فيهم لدولتهم. طب بس في الاقامه لا. طب رانيا هي المشكله بس في المسمى المكتوب ولا في مشاكل يعني غيرها كمان موجوده؟ يعني هي غير مصرح بها بالعمل هل بتلاقي في نفس ان هي لما تروح تتوظف في اي وظيفه بتلاقي مشكله من هذا المسمى غير الواقع النفسي ان هي ما بتلاقي وظيفتها اللي تعبت في دراستها؟ في شركات ملتزمه جدا بقوانين مكتب العمل والوزاره وزاره العمل ما بتقبل ما بتقبل الا اذا قالوا لها تنقلي كفاله علينا عشان انه احنا تخرجي خروج نهائي واحنا نعمل لك استقدام. طبعا ما في ضمان ان هي ترجع. بالضبط وكثير اهالي بيرفضوا انه بناتهم يخرجوا خروج نهائي حتى لو حيرجعوا بفيز جديده صعب حيكون عليهم. طب ما في تلاعب هنا وهنا بيغيروا في الاقامات؟ الينا الان لا ما في تلاعب الينا الان صعبه ما حد يقدر يتجرأ انه هو يغير المهنه في الاقامات صعبه. طيب لما حضرتك عملتي هذا التحقيق طلعتي بإيش؟ أكيد يعني أنت عملت التحقيق عشان تطلعي بنقاط نقدر يعني من خلال إن شاء الله برنامج سيدتي وطبعا من خلال المجلة إن إحنا نطلع صوتنا للمسؤولين بإيش نطلع باقتراحات؟ إنه استغلوا الكوادر هذه استغلوا المواليد اللي موجودين هنا بشهادات علمية مهمة في قطاعات بيشتغلوا في قطاعات مهمة تفيد البلد. نعم يعني شيء زي كده يعني ما عندي إياه. بس احنا مستعدين يعني مثلا معاكم من بعد هذا الدراسة انه تعملوا دراسة تانية مع ناس تانيين يدوا مقترحات ونقدر نرفعها كمان للمسؤولين صح؟ اكيد رانيا الوجيه محررة مجلة سيدتي في جدة انا اشكر تواجدك معنا واشكرك على هذا التحقيق. شكرا. ان شاء الله يترفع صوتنا وان شاء الله نقدر ان احنا يعني نستغل هذه الكوادر. شكرا لك مشاهدينا فاصل قصير ومكملين معاكم سيدتي خليكم معنا. اسمها نوف التقت أمها بعد 20 سنة من الفراق. اسمها شمس خدعها شاب متهور وأنقذها رجل صالح. اسمها ندى أو وفاء لكل امرأة حكاية طموح أو دموع أو احتياج أو ظروف صعبة كيف نجعلها تتمسك بالأمل. قصص سيدتي الإنسانية تنقل لك حكايات واقع صعب وإصرار على بدايات جديدة.
سيدتي بعد الفاصل. ملحم بركات يشن حرب أعلامية شرسة على النجوم، ونانسي عجرم تطلق غالي. أهلا بكم من جديد، وصلنا الآن مشاهدينا لأخبار السعودية. دموع وأحزان وحالات إغماء بين المعلمات، هذا ما جاء في خبر صحيفة عكاظ عن الخطأ الذي كشفته وزارة التربية والتعليم من خلال المتحدث الرسمي محمد الدخيني، الذي قال عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن هناك خللاً أدى إلى إلغاء نقل 1758 معلمة، واعتذر للمعلمات باسم الوزارة عن هذا الخطأ. وقد ذكر الخبر أن الاعتذار ليس كافياً بحسب قول المعلمات التي شملهن الخطأ. من المعروف أن الكثير من المعلمات يتم تعيينهن بعيداً عن عوائلهن، وينتظرن حركة النقل بفارغ الصبر للعودة إليهم. أما من صحيفة الحياة مشاهدينا، فأوردت صحيفة خبراً ذكرت فيه أن أكاديمية سعودية دعت فيه المرأة إلى تجنب السير بجوار ابنها الوسيم حتى لا يقيس الآخرون شكلها بشكله. وذكرت الحياة أن الأستاذ المشارك الدكتورة وفاء سويلم قالت إن الصور التي تضعها النساء على صفحات تويتر وفيسبوك تظهر هيئتهن واضحة للرجل، إذ أن وضعهن صور قلب أحمر مؤشر على عاطفتهن، كما أن صور البحر وأمواجه دلالة على رومانسيتهن. جاء ذلك في ندوة بعنوان في شبكات التواصل الاجتماعي، وقد أثار هذا الخبر ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي أو خصوصا موقع تويتر، مما دفع بسارة الحضيف ابنة الدكتورة وفاء سويلم كما ذكرت عبر حسابها في تويتر لنفي الخبر وإنكاره. للتعليق مشاهدينا على هذا الخبر معنا على الهاتف الناشطة الاجتماعية خلود الفهد. أهلا وسهلا بك خلود معنا. أهلا وسهلا. أهلا ميساء. خلود، يعني الخبر ربما أخذوه شوي بسخرية في موقع التواصل الاجتماعي، خلينا أول شيء أسألك، يعني هذه الأخبار كثير قاعدة تتردد على الصحف السعودية بغض النظر عن صحتها أو عدمه، إيش المؤشر اللي ربما يمنح انتقاص المرأة للمرأة؟ للأسف الشديد بالنسبة لهذا الخبر، أنا في البداية كنت رافضة أصلا تصديق هذا الخبر إلين تحدثت مع الصحفية اللي نشرت الخبر وكانت حاضرة الندوة وعندها دليل مادي يثبت هذا الكلام. للأسف الشديد الفترة اللي فاتت كل ما يعني إحنا قعدنا نتأمل إنه يكون في خطاب معتدل في قضايا المرأة وخطاب يبتعد عن التطرف فيما يخص قضايا النساء، يعني يظهر لنا أحد الشيوخ أو أحد المشايخ أو أحد الدعاة، وللأسف الآن أحد النساء يتحدث عن المرأة بهذه الطريقة بهذه الهوس الجنسي، ما راح أقول الهوس الديني، الهوس الجنسي. للأسف الوضع الحالي الآن أصبح الحديث كل الأحاديث التي تدور في تويتر في مواقع التواصل الاجتماعي عن خروج المرأة، شعر المرأة، عمل المرأة، ضحكة المرأة، سياقة المرأة، بطاقة المرأة، بصورة المرأة، سفر المرأة، اختلاط المرأة، ولا كأنه في أي مشاكل في المملكة العربية السعودية غير المرأة السعودية. في الفترة العشر سنوات اللي فاتت كنا نتهم الغرب بالهوس الجنسي وبالانحلال وباغتصاب النساء، الآن للأسف اتضحت الصورة أمام العالم كله من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، أصبح الغرب هو من يتندر على الهوس الجنسي المصاب به بعض العرب المسلمين بناء على كلامهم وتصريحاتهم وأحاديثهم وبأسمائهم الشخصية وصورة. نعم نعم. طيب خلود، يعني من خلال متابعتك لنشاط الشبكات الاجتماعية بشكل عام في السعودية، هل برأيك يعني أصبحت هذه الأخبار ربما موضع سخرية زي ما شفنا في هذا الخبر تحديدا؟ بالتأكيد هي موضوع سخرية من العالم كله، يعني في البداية كانوا دائما يقولون أن هناك مؤامرة لتغريب المرأة السعودية، الآن لا نحتاج إلى مؤامرة لتغريب المرأة السعودية، المرأة السعودية أصبحت تبحث عن التغريب كي لا تقع في هذا في فخ المهووسين جنسيا بالمرأة. بأمانة كثير من النساء الموجودات في تويتر الآن ومن الفتيات أصبحوا يترجمون هذه الأخبار ويقولونها للعالم الدولي وللعالم الغربي لكي يسخر العالم منا. طيب خلود، ما فيش فئة بصراحة عشان نكون شوية حياديين، ما في فئة بتحاول تأخذ الموضوع بجدية أكثر؟
والله انت عارفه يا انا مؤمنه جدا بان الشر الخير يخص والشر يعم. يعني حتى لو كان في فئه محايده وتطالب بانصاف المراه، لكن في المقابل هناك فئه اخرى يعني تحاول التشويش على كل قضايا المرأة التي تخصها، إن كانت على مستوى تمكين المرأة أو تعطيل المرأة أو إيقاف المرأة من العمل. يعني حتى بالنسبة لمجلس الشورى، مجلس الشورى مؤسس من بداية الـ يعني صاروا أكثر من 60 سنة أو 70 سنة ما اعترض المشايخ على مجلس الشورى إلا عندما عين فيه نساء. وحين ساعدنا أصلا تعيين النساء فوجئنا بأنهم يضعون حاجز وساتر يفصل بين النساء وبين الرجال. هذه نظرة للأسف الشديد تنظر لنا نحن النساء السعوديات بعين الفساد، بعين الفساد تحديدا، ليس هناك أي معنى آخر. طيب بهذا الخبر خلود، يعني عشان ما نخرج كثير منه للشورى، هذا الخبر تحديدا هل برأيك يعني بدأت المرأة ربما تنساخ مع آراء الرجال؟ ليش اليوم نسمع دكاترة بهذا المستوى من التعليم بيستخدموا هذه الأفكار؟ غير صحيح، هذه الفئة موجودة من زمان يا ميساء. الفئة المتطرفة التي تنظر لنفسها أصلا يعني بعين الانتقاص هي موجودة منذ فترة طويلة، لكن الآن اللي قاعد يحصل أنها قاعدة تحاول أنها تنشر هذه الأفكار، خصوصا أنها فقدت السيطرة على الفتيات من بسبب التقنية الحديثة، فقدت السيطرة تحاول أنها ترجع مرة ثانية أو ترجع فينا وراء. أعتقد أنه هذا الخطاب المتطرف غير مجدي أبدا الآن، غير مجدي ولا راح يؤثر، هو مسار للسخرية لا أكثر. نعم. لا أعتقد أنه في إنسان الآن ممكن تقتنع بالكلام الذي يقال. نعم خلود الفهد الناشطة الاجتماعية، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا من أخبار السعودية نتابع مع أخبار إنجازات النساء العربيات، إذ تم في مصر توزيع منح التميز العلمي لعدد من الباحثات العربيات في مجالات علمية متنوعة من أجل المرأة في العلم. المزيد مشاهدينا في هذا التقرير. برنامج عالمي هدفه تعزيز دور المرأة في مجال البحث العلمي، فيقدم منحاً للباحثات الشابات في مختلف العلوم، إلى جانب إنشاء برامج وطنية في أكثر من 45 دولة في مختلف أنحاء العالم. سعيدة جداً إن أنا بلاقي في تكريم للمرأة النهاردة، دور المرأة يبقى واضح في البحث العلمي بصورة كبيرة. مستوى البحث العلمي المصري نمرة 4 على مستوى الدول الشرق الأوسط، قبلينا تركيا وإيران وإسرائيل. على مستوى العالم احنا نمرة 41 من 260 دولة، اعتقد 262 او 265 دولة، أفتكر ده مستوى كويس جدا. هذا وتم اختيار 8 باحثات من 8 دول عربية للحصول على منحة البرنامج في دورته الثالثة، بحيث تحصل كل فائزة على 20,000 دولار تقديرا لمساهمتها في البحث العلمي ودعما لمسيرتها المهنية. أنا اتكرمت على المجهودات بتاعتي في التخصص، في مجال التخصص الدقيق بتاعي وهو الزراعة، وبالأخص الأبحاث اللي أنا بعملها أو المشاريع البحثية اللي عندي في مجال تحسين جودة وإنتاج محاصيل العلف في مصر. اختصاصي في مجال الهندسة الوراثية البشرية وبالتحديد في أمراض الغدة الدرقية. يعني مشروع البحث اللي تقدمت به كان بالأساس محوره هو قصور الغدة الدرقية الوراثية، يعني أنه الإنسان يولد بخمول في الغدة الدرقية. كل ما نطلبه هو مزيد من الدفع لهذه المرأة لأنها قادرة بالفعل على أن تجز الكثير والكثير في ميدان العلوم لمختلف مجالاتها. هو موضوع البحث اللي فاز بالجائزة عبارة عن تطبيق، يعني تحويل الويست إلى مصدر للإنرجي للطاقة. أخطارها يمكن أكثر من ما تتصورون، يعني ممكن تهدد دول بسبب المخاطر البيئية، مخاطر اقتصادية حتى اجتماعية. أنا بشتغل في كلية الطب في مجال الأبحاث عن مرض السكري. إحنا بناخد جائزة بقيمة 20,000 دولار، يعني الفلوس ساعتنا حتتصرف على الأبحاث، فبالتالي إن شاء الله حنقدر نلاقي دواء جديد لمرض السكري أو لأمراض الشرايين.
وصلنا مشاهدينا لأخبار المشاهير، وفيها نانسي عجرم تطلق غالي، وملحم بركات يخوض حروبا إعلامية جديدة مع عدد من النجوم اللبنانيين. نتابع. جولتنا الفنية لهذا اليوم مع النجمة نانسي عجرم التي أطلقت البارحة أغنية يا غالي عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب بعد أن انتظرها جمهورها وعشاقها بفارغ الصبر خلال الفترة الماضية. الأغنية التي كتب كلماتها الشاعر أحمد ماضي، لحنها زياد برجي ووزعها هادي شرارة، كانت قد حققت ضجة إعلامية بعد أن سربت بعض الأطراف مقطعا منها في فترة سابقة، مما اضطر بنانسي إلى الإسراع في إصدارها. ومن المتوقع أن تحقق نجاحا منقطع النظير لما تحمل في كلماتها من كلام حب في فترة عيد العشاق. ننتقل معكم إلى الضجة الإعلامية التي أحدثتها المقابلة التي أجرتها سيدة نات مع الموسيقار ملحم بركات، والذي أطلق من خلالها سلسلة من التصريحات النارية تجاه بعض الفنانين، حيث نفى الموسيقار أن يكون قد وصف ماجد الرومي ونجوى كرم بعدم الوفاء، لكنه أعلن أنه يرفض التعاون نهائيا مع كلتيهما، بحيث قال عن نجوى: أرفض التعاون معها على كافة الأصعدة. وعن الرومي: لا تعاون مع ماجدة بعد اليوم وحتى الموت. ولأنه الموسيقار المثير للجدل، فأن أحداً لم يسلم من تعليقاته، حيث صرح أنه لم يحب في حياته الفنان وائل جسار، قائلاً عنه أنه خائن للأغنية اللبنانية، أمثال رغب عليمي، نانسي عجرم وإليسا، مما دفع بالسوبر ستار رغب عليمي بالرد عليه عبر تويتر بأن الفنان المميز يستطيع أن يغني بلهجات عدة. وعن هيفاء صرح بركات بأنه حزين عليها لأنها أصبحت سمينة، ولا يمكن لنجمة مثلها أن تترك نفسها أو أن تسمح باكتساب كل هذا الوزن الزائد. أما عن عمرو دياب فصرح بركات أنه يفضل سجن غوانتانامو على الاستماع إلى أغنياته. ده اللي كان نفسي فيه، لو تيجي صدفة تجمعني بيه، فرصة عمر ضيعها ليه، مش معقول. تصريحات نارية من ملحم بركات. عموما المشاهدين، هذا فاصل قصير وراجعين من بعده. I love you. أحبك وأحبك. الحب ليس وردة أو رومانسية فقط، الحب عهد ووعد، أمومة تمنح وطفولة تسعد، أب أخ أقارب. الحب عمر وشراكة وإيثار، هو نحن بقلوبنا الحلوة وأرواحنا الصافية. من داخل كل أسرة محبة ومجتمع يتفاهم، سيدتي تهديكم وردة حب لا تزال. في سيدتي بعد الفاصل، خبراء باجي يناقشون عمليات تصحيح النظر. أهلا بكم من جديد. ثلاث إطلالات من الألبسة في جلسة تصوير مجموعة الربيعة الجديدة الخاصة بالمصممة نيلة عون، والتي انتقلت من موسم الشتاء إلى موسم الربيع بفكرة مميزة. المزيد في هذا التقرير. كولكشن السنة كتير حلوة، خاصة هلأ بعد ما نظهر من موسم الشتاء، يعني زهقنا من الغوامق. في كتير ألوان، أخضر، الفوشيا، عندك المعرق،
نقيت له الجلسة التصوير اليوم الأخضر يلي هو كتير فريش، بيحدد إنه انتقلنا من موسم الشتاء لموسم جديد. اليوم كتير ركزت على الألوان الفاتحة المشرقة يعني اللي فيها شمس، فيها ألوان الطبيعة. مواصلين مع الجمال مشاهدينا، لكن من الرياض مع زميلتي خلود، هناك تعرفنا على التطور الذي طرأ على عمليات تصحيح النظر. إليك يا خلود. شكرا ميسا. في فقرتنا التجميلية اليوم نتعرف على زراعة الحلقات لتصحيح عملية النظر. بعد أن نشوف التقرير هذا ثم نعود إليكم. النظر متعددة والكثير يشتكي منها. سمير لديه قصر شديد في النظر ولجأ لمستشفى أوباج الجلدية والجراحة التجميلية وقام بإجراء عملية لحل هذه المشكلة. أعاني من قصر النظر شديد جدا، كنت أعاني منها من عمر 9 سنين حتى الآن. ترددت على عدة مستشفيات في المملكة تقريبا، يعني في جدة وفي الرياض، بس فعلا عندي مشكلة سمك القرنية هي اللي منعتني من عملية الليزر في التصحيح النظر. سمعت عن مستشفى أوباجي انه عندهم حل المشكلة في الظفر او قصر النظر. بالفعل رقم ضعف النظر عنده كبير، والسمك القرنية ومواصفات القرنية لا تسمح لنا بإجراء عملية الليزر، عشان كده احنا بنبحث عن حل اخر بديل، طريقه اخرى لاصلاح النظر بعيدا عن الليزك او الليزر. عشان كده فكرنا ان احنا نعمل له البديل الاخر اللي انا ارى ان هو مناسب ليه، اللي هو زراعه الحلقات الكورنيال رينجز او الحلقات في القرنيه. ان شاء الله الحلقات دي بدون اي تاثير او تغيير في سمك القرنيه او تعرضها للليزر او الليزك، ان شاء الله هتحسن النظر بدرجه كبيره جدا. نأمل أنها تصل إلى إن شاء الله 100% ويستغني عن النظارة نهائيا إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، أرحب باستشاري طب جراحة العيون بمستشفى أوباجي بالرياض الدكتور خالد عرف. نورتنا دكتور خالد، يعطيك العافية. شفنا احنا التقرير وشفنا العملية اللي قمت بها، فنبغى نعرف كيف تتم العملية هذه عامة، وهي وما هي وظيفة الحلقات التي زراعتها في القرنية؟ احنا عندنا في العين الوظيفة الأساسية للرؤية ان الصورة تتجمع على الشبكية في المكان المناسب، لا هي أمامه ولا خلفه، في الموضع المطلوب. فعندنا في العين في عدة عدسات مختلفة أو عدة أجزاء في العين تقوم بوظيفة العدسة، من أهمها القرنية. أيوة. فإحنا بنستخدم القرنية سواء في الليزك أو الانترا ليزك زي ما تكلمنا قبل كده. أيوة. أو في الحلقات لتغيير قوة القرنية كعدسة، بحيث أن احنا نصل إلى القوة المناسبة في العين كلها كعدسة لتركيز الصورة على سطح الشبكية في المكان المطلوب. وظيفة القرنية احنا كنا بنعيد تشكيل شكل القرنية
حتى نصل الى هذا الهدف بواسطه الليزك او الانترا ليزك زي ما اتكلمنا قبل كده. طيب الناس اللي السمك القرنيه عندهم لا يسمح باعاده التشكيل، خاصه لما يكون في ارقام كبيره، او خاصه لما يكون في انحرافات في العين، او لما يكون في القرنيه المخروطيه، فبنستخدم الحلقات اللي بنزرعها. أيوة يعني الحلقات اللي بنزرعها في القرنيه لتغيير شكل القرنيه للوصول الى قوه العدسه المناسبه للعين ككل، لتركيز الصوره على سطح الشبكيه بدون ما بنغير، زي ما قلنا، بدون ما نغير سمك القرنيه. طيب دكتور خالد، هي يعني مين الاشخاص اللي يحتاجوها؟ هم فقط بس اللي بيعملوا عمليه الليزك او اللي عندهم سمك في القرنيه؟ هو الهدف من عمليات الاصلاح ككل ان احنا نصل الى الرؤيه المناسبه او افضل رؤيه ممكنه او الرؤيه الممتازه. أيوة. بدون استخدام وسائل مساعده زي النظارات او العدسات. فالمريض او الشخص لما بيجي لنا في مركز العيون، فاحنا بنشوف ايه الشيء المناسب له، اللي هو الليزك او الانترا ليزك. فاذا كان ده لا يناسبه نظرا لقله سماكه القرنيه، القرنيه الرقيقه، او لوجود انحرافات غير منتظمه نقول عليها الريجولار استيجماتيزم. أيوة. اللي موجوده في القرنيه، فبنلجا الى وسيله اخرى. أيوة. وسائل كثيره متعدده عندنا، من ضمنها الحلقات. أيوة. الهدف من الكلام ده نحن نقول انه اصبح الان في طب العيون الحديث ما فيش حد نقدر نقول لا ده لا يصلح لاصلاح النظر. يعني اغلب الحالات او معظم الحالات يكون ليها وسيله لاصلاح النظر بالطرق المتعدده اللي عندنا. قبل كده اتكلمنا عن الليزك والانترا ليزك، النهارده بنتكلم عن الحلقات. في وسائل اخرى طبعا اللي هي باستخدام الكاستمايز ابليشن، او اللي هو الليزك المنظم للعين بالويف فرونت اللي بيتقال عليه دلوقتي الويف ليزك، وهكذا يعني. طيب هي العمليه انا اللي اعرف انها حديثه يعني وبسيطه كمان، انها ما تحتاج حتى بنج كامل ولا تحتاج بنج موضعي، فممكن تشرح لنا يعني انه فعلا المريض انه ممكن الوقت اللي تتم فيها العمليه ويقدر بعدها يكمل يومه او انه يجلس؟ لا، هو طبعا يستخدم في اغلب الاحوال المخدر الموضعي، المخدر السطحي، حتى مش موضعي، مخدر سطحي، ولكن الامر بيحتاج الى بعض التعاون من المريض نفسه اللي بتزرع له الحلقات. وفي أسوأ ظروف حتى لو كان في يعني متخوف او كذا، بنقدر نستخدم مهدئات بنقول عليها السيديشن، يعني بنديله مجرد مهدئ لربع ساعه او كذا لحد ما نخلص اجراء العمليه. ازاي العمليه دي؟ احنا طبعا هو العمليه بسيطه جدا، ولكن السر في العمليه دي في اختيار المريض المناسب. أيوة. اللي تناسبه اجراء زراعه الحلقات. طب هي تقتصر بس فقط اللي عندهم قصر نظر، او ان اللي كافه اللي عندهم ضعف عامه؟ لا، هو طبعا يعني لا نستخدمها للناس اللي عندهم طول نظر. ليه؟ أيوة. لان طول النظر دول بيكون عندهم القرنيه مسطحه بالفعل. أه. وظيفه الحلقات دي ان هي تسطح القرنيه، او يعني تخليها اقل تحدبا، فده ما ينفعش طبعا للناس اللي عندهم طول النظر، لكن ده بينفع لناس كثيره جدا اللي عندهم الاستجماتيزم الغير منتظم، الريجولار استجماتيزم، الناس اللي عندهم القرنيه المخروطيه، وده موجود بكثره كبيره جدا في منطقه الشرق الاوسط وفي السعوديه، يعني منتشر القرنيه المخروطيه بدرجه كبيره جدا. وطبعا احنا اكتشفنا الانتشار الكبير للقرنيه المخروطيه ده لما بدانا نشتغل في اصلاح النظر. أيوة. وبدأنا نعمل الفحوصات. فكان قبل كده القرنية المخروطية لا نكتشف إلا الحالات المتأخرة جدا التي تسبب عتامات في العين. لا، دلوقتي بقينا بنكتشف المراحل المبكرة جدا. أيوة. أو حتى اللي ممكن أن تتعرض للقرنية المخروطية في حال إجراء الليزك لها. فبقينا بنتجنبها ونبحث عن وسائل أخرى للإصلاح، اللي من ضمنها زراعة الحلقات. طيب بعد ما يسوي يعمل المريض العمليه هذه، عمليه زرع الحلقات، النتيجه كيف تكون بعد العمليه؟ هو بالتاكيد هو اذا كان المريض يعني لا يستخدم نظارات او عدسات قبل زراعه الحلقات، بيشعر بتحسن فوري في التو واللحظه بعد زراعه الحلقات، لكن ده ما بيكونش يعني ما بيكونش هو ده النتيجه النهائيه. النتيجه النهائيه بتتحسن تدريجيا مع الوقت في خلال الايام الاولى، في خلال الاسابيع الاولى، ولكن التغير الكبير بيحدث في الاسبوع الاول او الثاني بعد زراعه الحلقات. مش معنى كده ان هو بيصل الى الثبات بعد اسبوع او اسبوعين، لكن بيظل يحدث تغيرات وتحسنات على مدار الشهر الاول والثلاث اشهر الاولى. جميل. طب دكتور، هي بتناسب
كافة المرضى ولا بس اللي ولا صعب على الناس اللي مثلا أعمالهم تكون ليلية، يعني مثلا يكون سائق واحد بيشتغل سائق في الليل أو في مجال التصوير كمان، يعني في الأماكن اللي تكون مظلمة تناسبوا العملية هذه؟ هو بالتأكيد طبعا ده سؤال جيد، لأن احنا عندنا الحلقات دي بتصلح القطر اللي زرعت في الحلقات، هي لا تصلح كل القرنية، واحنا كمان لا يعني لا نرى من خلال القرنية في كل من خلال القطر الكامل، احنا نرى من خلال قطر الحدقة. أيوة. والحدقة دي بتتراوح يعني قطرها ما بين 5 ملي إلى 7 ملي في أكثر في أكبر الأحوال يعني. أيوة. فاحنا بنشوف من ضمن التقنيات استخدام زراعة القرنية ده، نحن بنقيس قطر الحدقة ونزرع الحلقات دي بحسابات محددة مسبقا على قطر يناسب كل مريض. أيوة. يعني في مرضى نزرع لهم على بعض نصلح 5 ملي من القرنية، في لا زي سمير ده يعني نسب متفاوتة بتتفاوت. أيوة. في خطة لكل مريض تختلف من شخص إلى آخر، والحلقات دي هي السر فيها أو التقنية بتاعتها إن إحنا بنختار الحلقة بالسمك المناسب. أيوة. بالأرك المناسب يعني الدائرة المناسبة. أيوة. وتزرع في المكان المناسب في الدبث أو العمق المناسب. تمام. للقرنية. هو ده يعني رغم سهولتها إلا أنها يعني لها تقنيات متخصصة لابد من مراعاتها في أثناء زراعة الحلقات. جميل. طب دكتور خالد، في ناس عندهم اللي مصابين بالجفاف في النظر، ما بتأثر عليهم الحلقات هي خصوصا من مادة بلاستيكية، بتأثر عليهم ولا لا؟ ده بالعكس، ده هو يعني إذا قلنا أنه يعني من ضمن الآثار الجانبية المؤقتة للليزك بتحدث بعض الجفاف مؤقتا طبعا. أيوة. في الليزك، فبالنسبة للحلقات لا تتدخل نهائيا ولا تؤثر على إفراز الدموع في العيون، يعني ما بيكونش ليها تأثير نهائيا. طبعا في بداية بعد الزراعة في الحلقات لمدة يوم أو يومين حتى يلتئم التانل أو النفق اللي زرعنا فيه الحلقة، بياخذ بعض الدموع لمدة يوم أو يومين فقط لا غير. طبيعي يعني. هذا الاحمرار ولا هذا طبيعي؟ طبعا الاحمرار أكيد. أيوة. بيكون بعد العملية. طيب دكتور، هي لها مضاعفات ولا بنسبة بسيطة المضاعفات؟ لا هو بالعكس، هو ميزة الحلقات دي إنها قليلة المضاعفات أو بإذن الله منعدمة المضاعفات الدائمة، إنه يعني إن إحنا ممكن يعني حتى لو المريض لم تناسبه أو لم يعني يرضى عن النتائج بتتميز الحلقات دي بإن إحنا ممكن نسحبها ويعود كل شيء إلى يعني مكانه. لا نغير أي شيء في القرنية. جميل. لا نغير أي شيء في لا في سمك القرنية ولا في سمك القرنية، إحنا مجرد إن إحنا بنزرع الحلقات دي لشد القرنية لتغيير قوة الإبصار في العين باتجاه الأفضل. جميل. ويعني وفي نفس الوقت ويمكن إزالتها المريض بعد فترة يعني إذا يبغى. ده لو كان في ضرورة لإزالتها. إذا حد الأغلب إن شاء الله لو كان يعني إذا ما لقى في تحسين نقول مثلا. هو بالتأكيد إن شاء الله بيكون في تحسين. إن شاء الله. بالتأكيد إن شاء الله بيكون في تحسين على. لا بيشوف مرة بعض الأحيان يشوف يقول لا محتاج فيها، على قول الدكتور يقول لازم عملية جراحية كبيرة تغيير القرنية عامة. لا لا لا، إحنا كل الهدف من العمليات الجراحية اللي إحنا بنعملها دي أو الابتكارات الجديدة نحن نتجنب إلى حد بعيد جدا زراعة القرنية. زراعة القرنية ده أصبح الحل الأخير. الأخير. الأخير يعني اللي إحنا نرجو إن إحنا لا نلجأ إليه إلا في أضيق نطاق. أكيد. وده اللي إحنا وده فائدة الناس اللي عندهم القرنية المخروطية، إنه بيستعيدوا النظر بدون إجراء زراعة القرنية بوسط الحلقات، يعني ده يعني فائدة كبيرة جدا يعني. طب جميل. طب دكتور إيش الفرق بينها وبين الليزك الزراعة؟ لأن في ناس كثير ممكن يعني إحنا نعرف عنها، لكن في ناس كثير يمكن ما بيعرفوا الفرق بين زراعة الحلقات والليزك. ما احنا قلنا هو بقى يعني باختصار، احنا قبل كده اتكلمنا عن الليزك والانترا ليزك، والمره دي بنتكلم عن الحلقات. ما هو الهدف من هذا وهذا؟ ان كل دي تقنيات مختلفه للابروش او للتخلص من النظرات او لاصلاح النظر. احنا وظيفتنا وظيفه الاستشاري العيون ان يشوف ايه التقنيه المناسبه لكل شخص. نختار التقنيه المناسبه لكل شخص. زي ما قلنا انه العين عباره عن عدسه كبيره فيها عده عدسات، من اهم العدسات اللي هي القرنيه. مش بس كده كمان، احنا ليه بنعمل الليزك على القرنيه وكذا والحلقات؟ لان هي العدسه المتاحه لنا الاكسس واللي احنا بنقدر نصل اليها بدون فتح العين، لكن ما نقدرش ندخل داخل العين نغير العدسه الطبيعيه اللي خلاها ربنا. لكن القرنيه امامنا نقدر نعمل عليها الليزك او الليزر ونعيد تشكيل القرنيه بحيث انها تصل الى القوه المناسبه. طب اذا ما كناش نقدر لاسباب كثيره، سواء ضعف النظر الشديد او الاستجماتيزم او اللانقطيه الغير منتظمه او سمك القرنيه غير كافي،
فبنقدر نغير في شكل القرنية وبالتالي في قوة عدسة القرنية أو القرنية كعدسة باستخدام زراعة الحلقات. طيب جميل. طب دكتور بيحس بألم المريض أو إنه بيعدي يوم عادي؟ لا لا لا, ما لا يعني لا يوجد أي نوع من الآلام لا في أثناء إجراء العملية ولا في بعد العملية. وكل ما بيحدث طبعا أنه إحنا بنشتغل في يعني مكان ضيق جدا, فلابد يعني يكون مطلوب تعاون المريض معنا وإحنا بنزرع الحلقات في, وده في أغلب الأحوال بيكون كده, لأنه المرضى اللي بيزرعوا الحلقات أو اللي بيزرعوا عمليات الليزك أو إصلاح النظر عامة بيكون عندهم الموتيف عالي جدا, يعني بيكون هم عندهم الرغبة شديدة أو الدافع لإصلاح النظر, فبيتحملون لمدة 5 دقائق أو 10 دقائق لحد ما نزرع الحلقات. في أسوأ الظروف ده نادرا ما يحدث, نادرا ما يحدث, يمكن تحدث معي يعني مضار عملي يمكن مره او مرتين, يعني يكون في حد يكون متخوف بشده بندي له سيديشن او يعني طيب تهدئه بسيطه. دكتور خالد, نبغى نصيحتك الاخيره باختصار للي بيقدموا على عمليه. لا هو طبعا هو الفكره انه هو ما فيش حد بيروح يعني للطبيب او الاستشاري او الدكتور يقول له انا عايز ازرع حلقات, هو بيكون الهدف الاساس من الموضوع اصلاح النظر. أيوة. والدكتور هو بيشوف ايه الشيء المناسب لكل شخص وينصحه بيه. يعني هو انا الراي بتاعي الادفايس اللي انا بقوله لجميع الناس, انا لم يعد الان في الطب الحديث طب العيون الحديث انه لا احد او لا يوجد احد لا يمكن اصلاح النظر له في جميع الاحوال, يعني اكثر من 99% يمكن اصلاح النظر بوسائل متعدده, سواء الليزك الانترا ليزك الويف ليزك او الكاستمايزد ابليشن او يعطيك العافيه دكتور, يخليك ربي, وانت دائما ما شاء الله تفعمنا بالمعلومات الرائعه هذه القيمه. يعطيكم العافيه سيداتي, وان شاء الله باذن الله انكم استفدتوا من فقرتنا اليوم. وزي ما انتم شفتوا احنا دائما عندنا يوم السبت هذا خاص جدا مع أباجي, فقرتنا التجميليه ان كان عيون ان كان جلديه ان كان ايا كان, فان شاء الله تستفيدوا باذن الله. والان ننتقل الى فاصل ثم نستكمل فقرتنا. يعطيكم العافيه. اهلا بكم من جديد. وصلنا الان مشاهدينا صفحات التواصل الاجتماعي من تويتر, اخترنا لكم هاشتاج بعنوان نصف مليون ريال غرامه القذف على تويتر, والذي جاء تفاعلا مع تصريح لوكيل وزاره الثقافه والاعلام للعلاقات الثقافيه الدوليه السعودي, أكد فيه أن الإعلام الإلكتروني سيعامل معاملة الصحف في القانون, وهو الأمر الذي سيجعل من عقوبة القذف على تويتر والفيسبوك تصل إلى 500,000 ريال سعودي. خالد العمار غرد قرار ممتاز, الشخص اللي ما يستخدم الحرية بالشكل الصحيح يستحق هذه العقوبة, أعراض الناس ما هي لعبة. أما نورة فغردت مؤسف أن يصل الحال أن يردعهم عن القذف المال وليس الدين الذي يسبون لأجله. أنا أتمنى أنه القرار يعني يتفعل بأسرع وقت, لأنه سمعنا عن قرارات كثير بس للأسف في ناس كثير رفعت قضايا وما وصل لحقها. خلينا نروح مشاهدينا من تويتر لليوتيوب, اخترنا لكم مقطع ينبه بخطورة التلقين بالعنف, نتابع. این درس اول امروزه. 2 به علاوه 2 مساوی 5. حالا تکرار کنیم. 2 با 2 میشه 5. 2 با 2 چند میشه؟ 5 میشه. بلندتر. 2 با 2 چند میشه؟ 5 میشه. بلندتر. چند میشه؟ 5 میشه. تکرار کنیم. 2 با 2 چند میشه؟ 5 میشه. چی پسر؟ آقا اجازه. مگه 2 با 2 4 نمیشه؟ من دارم به تو میگم 2 با 2 5 میشه. پس چه سوال نیست. فهمیدی؟ فقط فکر کردم که فکر نکن. نمیخواد فکر کنی. انصحكم مشاهدينا تشوفوا المقطع كامل لانه المقطع جدا جميل ويعرف الواحد كيف الناس اللي بيتعلموا بالقمع. اعتقد ان اللغه كانت تركيه. عموما ننتقل لصفحه سيده نت على الفيسبوك, اخترنا لكم اغرب العادات لدى المشاهير, اذ يدلل مصمم الازياء كارل لاجرفيلد نفسه بالنوم ل7 ساعات فقط دون زياده او نقصان. اما مصمم الازياء توم فورد فيستحم 5 مرات
في اليوم ويستغل الوقت للاسترخاء مدعيا أنها الطريقة المثلى للإبداع. أنا أعتقد أنه في أشخاص مننا بيعملوا هذه الأشياء، بس توم فورد وكارل لاجرفيلد يعني وصلوا الأماكن نتمنى نوصل لها. عموما من حساب سيدة نتا على تويتر اخترنا لكم كويتي في سريلانكا بحثا عن من ربته، إذ كشفت تغريدة لمغرد كويتي تتضمن صورة لشاب في سريلانكا تجمعه بمربيته التي تعهدته في منزل أهله وقامت على تربيته منذ صغره. نالت التغريدة استحسانا واسعا من جمهور متابعي تويتر في منطقة تعاني من ما يتردد في الخارج حول سوء معاملة أهلها للخادمات. طبعا الخبر اتنشر في معظم الصحافة العربية والخليجية. عموما مشاهدينا هذا فاصل قصير ومواصلين من بعده. I love you. I love you. I love you. أحبك وأحبك، الحب ليس وردة أو رومانسية فقط، الحب عهد ووعد، أمومة تمنح وطفولة تسعد، أب أخ أقارب، الحب عمر وشراكة وإيثار، هو نحن بقلوبنا الحلوة وأرواحنا الصافية. من داخل كل أسرة محبة ومجتمع يتفاهم، سيدتي تهديكم وردة حب لا تذهب. Say it any other way. في سيدتي بعد الفاصل اكسسوارات عصرية تساهم في الحفاظ على البيئة. أهلا بكم من جديد. انطلقت في العاصمة اللبنانية بيروت فعاليات معرض العروس في دورته العاشرة. المعرض جمع في مكان واحد أبرز ما يحتاجه المقبلون على الزواج، بالإضافة إلى عرض آخر الابتكارات والتصاميم في هذا المجال. المزيد في هذا التقرير. افتتح معرض الأعراس ويدينغ فوليز 2013 دورته العاشرة في البيال بحضور ملكة جمال لبنان رينا شيباني وشقيقتها الوصيفة الأولى رومي شيباني. نحن هلأ عم نشارك بمعرض كتير حلو، بتمنى من الكل يجو لبنان بالأخص. نحن ساعة نعمل المعرض هون نستقطب ناس من برا، مثل ما هلأ شفنا على الفوطة كيف في ناس جايين من أوروبا، كيف في شوية ناس جايين من الخليج كمان، فبالتالي بيخلق ديناميكية حلوة. واليوم هذا المعرض بدع الكل يجوا يشوفوه لأنه بالفعل كتير حلو. يتضمن المعرض أكثر من 200 جناح تعرض خدمات في مختلف مستلزمات الزفاف، إذ يمكن للمقبلين على الزواج أو المهتمين عموما التعرف إلى الخدمات التي تقدمها هذه الشركات بتفاصيلها الدقيقة من أجل تحقيق عرس الأحلام. اللي بميز أوريان كوين هو نرجع منقول جو والكرم اللبناني موجود على الباخرة، هل بميزنا على البواخر السياحية التانية. 2013 الباخرة حنبلش بأبريل 1 اللي هو بيكون إيستر بريك، رح نضلنا لأند أوف أكتوبر، رح تروح على أنتاليا، رودوس، ميكونوس، بودروم ومارماريس، يعني مروح على جزر يونانية وبورز تركية. مثل كل البواخر فيها كذا كاتيجوري، كذا أوتلت، عم نحكي من راستورنس لبارز لشو لاونج سبا ديوتي فري كازينو. بالنسبة لفستان العروس ما في شيء دارج وشيء مش دارج، يعني كل شيء بيلبق للعروس هو اللي دارج. اوكي، هلا دائما الابيض هو مثل ما بقولوا سيد الموقف، يعني دائما الابيض هو اجمل شيء. عندك الاوف وايت، عندك من داخل مرات الروز، من داخل يعني الزهر كذا حسب طلب العروس، بس بالاجمال عندك الابيض، الاوف وايت، الفضي، الذهبي. نحن هلا اذا كثافه زمان عاملين كل شيء عروضات لكرمال ويدينغ فوليز، وأكيد عنا كتير شويات مثل باراد، سبانيش، غريك، روشن، لبنيز شوز اللي أهم أكتر شيء عم تمشي بلبنان خاصة. اليوم بهمنا كتير المرة تجي تفوت على السالون وتعمل كل شيء بنفس الوقت، يعني مش تروح مطرح تعمل مانيكير، تروح مطرح تعمل شعرات، تروح مطرح تعمل مكياجة، نعمل تاتو، نعمل فيشل، ويدو everything، يعني كل شيء بخص المرة بتجي لعنا دو آ أزاد. نحن مختصين بالودينج كاردز. حاليا الترند عم ترجع على الكلاسيكال، يعني الناس عم ترجع تفوت بالظرف الكلاسيكي، عم يظهروا من الألوان، عم يظهروا من الأكسسوارات. قبل كنا نفوت بالشمعة، بالخشب، بالإطار، بالبرواز، هلا عم نرجع أكثر على الستايلز الكلاسيكال، يعني الأنفلوب مع الظرف.
من عروس بيروت لعروس البحر الأحمر جدة، وفكرة خلاقة جديدة تخدم البيئة وفي نفس الوقت تطلق العنان للأفكار الإبداعية. التفاصيل مع زميلتي خلود في جدة. إليك يا خلود، فكرة يعني محمسة، أبغى أعرف إيش هي هذه الفكرة الخلاقة. والله هي فعلا فكرة محمسة، وهي أساسا يعني نابعة من المشاكل البيئية اللي هي واضحة الآن، وهي أساسا يعني مشكلة كبيرة يمكن كثير الناس ما يعولها، لكن احنا بنحاول إن شاء الله من خلال منبر سيدتي إن احنا نوعي الناس أكثر وأكثر. شكرا لك يا ميسا. إذا مشاهدي الكرام، كما ذكرت الزميلة ميسا، هي فكرة جميلة أساسها الأكياس المتطايرة، وهي يعني تقريبا نستطيع أن نقول مشكلة كبيرة تواجهها البيئة، مما دفع البعض إلى تأسيس فكرة جديدة للاستفادة من هذه الأكياس المتطايرة تحت مسمى تروشي. خلينا نشوف التقرير ونرجع لكم. فكرة إبداعية صنعت قطعا فريدة وأوجدت رسائل هادفة، منها الحفاظ على البيئة وخلق أسر منتجة وصناعة محلية، كل ذلك بكيس نايلون مهمل في رف البيت أو على غصن شجرة أو مهمل على الطريق. هذه الفكرة التي تبلورت بإعادة تطوير البلاستيك من أمر اعتيادي معروف لدى الكثير إلى مساهمة في استخراج الإبداعات. مشروع تريشي صراحة مشروع رائع، فكرة جديدة وإبداعية، لهذا يعني الحلو فيه وبسيطة. كل أكياس الزبالة المرماية اللي بتطير في كل وقت وتوسخ لنا البلد، كيف قدرت تستغلها تعمل لنا شيء مفيد وساعدت فيه ناس؟ يعني هذه بكل بساطة صراحة، مع أنها فكرة مرة بسيطة بس بالفعل نتيجتها مرة حلوة. ولما شفت منتجاتهم يعني صراحة فكرة جدا رائعة، أنه واحدة تفكر أنه الأكياس اللي طايرة ممكن نعمل منها حاجة مفيدة، بدل ما نشتكي ونقول أكياس في كل مكان وجدة وسخة. أكياس البلاستيك التي تجمع وتغسل وتقطع على أشكال خيوط رفيعة، ويتم لضمها في سنارة لحياكتها بصورة جمالية، أوجدت أسر منتجة أطلقت منتجات مختلفة، منها هذه السيدة التي كان لتروشيه دورا لإطلاق إبداعاتها. أول شيء طبعا تعرفت عن طريق الأستاذة يانا، أعطتها الفكرة اللي هو طريقة أول شيء قص الكيس ونشتغل فيه عن طريق السنارة بشكل كروشيه. بالنسبة لي الصراحة استفدت يعني من ناحية إني أنتجت، واستفدت برضو ماديا ممكن، وبرضو في أفكار جديدة وغريبة تغلها نعمل منها الكراسي والصحون والكور هذه، وطبعا حاملة الشوز، أشياء بالمرة روعة بصراحة. يذكر أن البلاستيك مواد صلبة غير قابلة للتحلل، ولا يمكن تفكيكها من قبل البكتيريا الدقيقة، وهي من أكثر المواد التي تؤثر على البيئة بشكل كبير، وتحاول دول العالم في شن نظام حول عملية تدوير النفايات واستخدامها بالشكل الصحيح الذي يفيد البيئة والبشرية في نفس الوقت. لبرنامج سيدتي رغد السليماني، جدة. جميل أن نصنع من يعني نصنع شيء من لا شيء، فكرة بسيطة قدرت ضيفتنا أنه هي تبتكر منها أشياء كثير تفيد فيها المجتمع وأيضا تحافظ فيها على البيئة. رحبوا معنا مشاهدينا الكرام بضيفتنا في الاستوديو، مؤسسة الفكرة، الأستاذة ديانا ريان. مساء الخير. مساء النور. حياك الله. أهلا وسهلا بك. أهلا بك، كيف حالك؟ يعني أنا حييك أول شيء على الفكرة الجميلة، يعني بالتأكيد إحنا عندنا مشاكل بيئية رهيبة على مستوى العالم، فيعني اللي لفت نظري أول شيء المسمى تروشيه، اشرحي لي المسمى هذا، يعني إيه تروشيه؟ طيب هو المسمى عبارة عن جملة مركبة من كلمتين، الكلمة الأولى اسمها تراش يعني مخلفات، والكلمة الثانية كروشيه اللي هي عملية غزل الأكياس أو غزل الخيوط بالصنارة، فدمجناهم مع بعض وعملنا منهم تروشيه. جميل. طيب اللي دفعك لهذه الفكرة ديانا، يعني أنت شفتي مشاكل البيئة بالتأكيد، وشفتي كثير ناس عندهم مواهب كبيرة حابين يظهروها وحابين يستفيدوا منها، أنت تحديدا إيش اللي خلاكي تبتكري ده الموضوع؟ خلود، هي الفكرة بصراحة بدأت من سنتين، كنت بحضر بالصدفة محاضرة عن البيئة في الغرفة التجارية عن يوم الأرض العالمي،
وكان واحد من المحاضرين بيتكلم على أكياس البلاستيك والمضار تبعتها للبيئة. بصراحة كانت صدمة لي، لأنه أول مرة في حياتي أعرف أنه قد إيه أكياس البلاستيك بتضر في البيئة، خصوصا من الصور اللي ورانا هي، وكانت الصور مرة مؤثرة أنه كيف بتضر في التربة المائية، كيف بتضر في الطيور، كيف بتضر بالإنسان. فيعني هذا الشيء حسسني بالمسؤولية أنه أنا لازم أسوي شيء. فبدأت أعمل بحوثات من وقتها، وأغلب البحوثات اللي طلعت معايا أنه واللي عجبتني مرة أنه هم برا كيف بيستخدموا السيدات المحتاجين في هذه العملية، أنه بيدوا لهم الأكياس وبيخلوهم يسووا فيها كروشيه، وبعد كده بيطلعوا منها منتجات إبداعية. ومن هنا تحمست مرة وحسيت بالمسؤولية أنه أنا لازم أسوي شيء، وبدأت أدور على سيدات بيعملوا كروشيه هنا في جدة، وبدأنا الموضوع من معهم. يعني أنت ضربتي زي ما يقولوا عصفورين في حجر. أيوه. استفدتي من الأكياس البلاستيكية عشان البيئة، وأفدتي غيرك بنفس الوقت. أنك أنت خليتي ناس كتير عندهم طاقات بهذه الأفكار والإبداعات. أنا أعرف أنه زي ما تكلمنا أنه طلعت منها منتجات هذه الأكياس، حكينا شوي عن هذه المنتجات. طيب يعني هي المنتجات كانت عملية شوية صعبة، لأنه في الآخر إحنا نعرف إيش احتياج المجتمع، وأصلا تقبلهم إن هم يتقبلوا منتجات مصنوعة من أكياس البلاستيك. فإحنا اللي بدأنا نسويه، بدأنا نسأل الناس اللي حوالينا يعني إيش المنتجات اللي أنتوا بتستخدموها استخدام يومي. وبدأنا نشوف ناخد هذه المنتجات والاحتياجات تبعهم ونحولها لعينات معمولة من نفس أكياس البلاستيك. أنا شايفة جنبك عينات. أيوة يعني هي من ضمن العينات، يعني هذه أول عينة بدأنا نسويها اللي هي القواعد تبعت الأكواب، يعني حق المج والقاعدة. أيوة بالضبط. بنحط عليها الكاسات، فهذه كانت أول حاجة، لأنه كل واحد على مكتبه في بيته على طاولة السفرة كل واحد حاطط واحدة. فبدأنا فيهم، بصراحة كنا جدا مبهورين بالنتيجة، يعني ما توقعنا إنه النتيجة تطلع بده الشكل يعني. تمام. وهذا الشيء اللي حمسنا وخلانا نبدأ نتوسع ونسوي منتجات. إيش كمان عندك؟ أنا شفت عندك اللي هي حقة الاسترس. تبعت الاسترس لو سمحتي تأمني لي واحدة منها. أكيد تكلم. شفت عندك حاجة الاسترس اللي هي الضغط. أيوه. سوينا أيوه كرات الضغط، سوينا دعاسات اللي هي ممكن يستخدمها الواحد لما يروح على البحر أو لليوغا، سوينا شنط غوص، سوينا الكراسي المنفوخة بالفلين، الشنط تبعت التسوق، يعني أشياء جدا مختلفة كثيرة سويناها. تمام تمام. طيب خلينا نرجع لورا قبل ما أنتوا سويتوا هذه الأمور والأشياء هذه كلها وابتكرتوا هذه الأفكار من الأكياس. كيف تم توزيع هذه المنتجات الأكياس على الناس، وكيف تم اختيار السيدات والعوائل اللي هم يسووا هذه الأشياء؟ طبعا احنا أول حاجة بدأنا بالعوائل، بدأنا نسأل ندور بالتعاون مع الجمعيات الموجودة، لأن هم بيتعاونوا مع السيدات المحتاجين وأدرى بظروفهم. وبدأنا نسأل مين السيدات من دول يعني من هذه الفئات اللي هم أريد يعرفوا يسووا كروشيه أصلا. وبعد كده بدأنا نتواصل مع دول السيدات، وبدأنا نوفر لهم الأكياس، وبدأنا نسوي العينات. بعد كده لما نجحت دي العملية، بدأنا نسوي المنتجات المختلفة، وبدأنا نتكلم عنها في الإعلام الجديد، نتكلم سوينا يعني احتفال جدا بسيط. يعني هذه المنتجات بتنباع وبتلاقي إقبال. أيوة من أيوة الناس. يعني إحنا لسه في المرحلة الأولى، يعني إحنا يعني لسه في المرحلة الأولى التجريبية يعني. والحلو في الموضوع إنه أيوة بدأت تجينا طلبات، وإحنا لسه يعني إحنا لسه في المرحلة التجريبية وبنجرب وبنسأل. إيش أكثر شيء عليه طلبات وإقبال من الناس؟ الكراسي المنفوخة اللي هي بيسموها البين باك، أكياس الفاصوليا اللي هي محشية بالفلين، بصراحة يعني هي أكثر حاجة عليها طلب يعني. الناس بيقبلوا عليها أكثر شيء. بالضبط. أنت إيش تتوقع القدام؟ يعني تتوقع إنه أنا يعني اللي خطر في بالي، هل الناس فاهمة الفكرة دي إنه هي أول شيء فيها إعانة للأسر المحتاجة، بالإضافة للشيء الثاني إنه هي مهمة للبيئة اللي هي للأسف الشديد الناس إلى الآن ما هي واعية للمخاطر البيئية أبدا. مزبوط. أبدا، وهي أكبر مشكلة عندنا الآن، مشكلة القرن هي المشاكل البيئية. فالناس عندها وعي لدى الشيء، فإحنا حابين نعرف منك كيف شيء متوقع الإقبال، هل حيزيد؟ هل حتلاقي الناس ممكن ما تهت... ايش تتوقع انت؟ بصراحه انا اتوقع ان الاقبال يزيد لثلاث اسباب، يعني زي ما انت قلتيها، يعني احنا بنعالج ثلاثه قضايا. القضيه الاولى هي انه احنا بنقلل من نسبه مخلفات اكياس البلاستيك، وما في احد فينا ما هو متضرر من المخلفات تبعت اكياس البلاستيك. فبالتالي هم لما بيساهموا معانا في تجميع الاكياس وبيوفروها لينا عشان احنا نحولها لمنتجات ابداعيه، هم بيساعدوا في تقليل هذا الضرر اللي هم اصلا متضررين منه. الحاجه الثانيه اللي هي انه احنا مساعده الايدي العامله
عاملة، فبالتالي احنا بنساهم في انه احنا نقلل نسبة بطالة المرأة، وهذه حاجة مرة مهمة. يعني احنا هنا عندنا في السعودية فوق نسبة بطالة المرأة فوق 50%. يعني انت متخيلة قد ايه، والمرأة هي العنصر الرئيسي الاساسي في كل حاجة، في 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 تطوير كل المجتمعات. حصلت دعم يا ديانا؟ بصراحة مبدئيا الين دحين لا، يعني للاسف يعني بنحاول انه احنا عن طريق الاعلانات وعن طريق انه احنا نسوي نوري دي العلانات. انا هنا كنت حابة اسالك كيف بتوصلي نفسك للناس، كيف بتوصلي الفكرة حقتك للناس؟ احنا مبدئيا بنسوي زيارات لعدة جهات مختلفة عشان نعرض فيها المنتجات تبعتنا، في نفس الوقت متواجدين اونلاين على الاعلام الجديد على الفيسبوك وتويتر وانستغرام عشان نوري كل الـ يعني المجتمع الاشياء اللي احنا بنسويها. ولقيتي تفاعل من الناس وتفاعل؟ ايوه الحمد لله، يعني في تفاعل جدا ممتاز، وبدانا مؤخرا حمله على الفيسبوك، سوينا عداد بجمع كيس بلاستيك، وتحدي هو لكل جدا احنا نجمع 40,000 كيس بلاستيك خلال الاسبوع القادم. وفي نفس الوقت وزعنا حاويات في اكثر من اماكن مختلفه في جده عشان نشجع كل المجتمع انه كل واحد يشوف فين اقرب حاويه لي ويروح يجمع فيها الاكياس. طب حتكون سهله العمليه دي؟ ايوه بالضبط، يعني احنا ما توقعنا يعني في الاول انه احنا الناس تبدا تجمع، يعني الحاويات بدأت تتعبى يعني فات جدا بسيط بصراحة. تمام يعني انت تتكلم الان على اكياس بلاستيكيه، كونه احنا يعني بدايتك كانت بالاكياس البلاستيكيه انك انت تستفيد منها على يعني او الناس تستفيد منها على المستوى البيئي، وعلى انه مستوى ناس كمان تشتغل وتعطي للمجتمع. عندك خطوه اخرى غير الاكياس البلاستيكيه؟ احنا بدانا اوريدي يعني نسوي ده الشيء، يعني من ضمن المنتجات اللي سويناها بدانا كمان نستخدم الكفرات، لانه كمان الكفرات مهمله، والطريقه الوحيده اللي بتخلصوا فيها ان هم بيحرقوها، فبالتالي لما بتنحرق بيطلع غاز ثاني اكسيد الكربون وبياثر على طبقه الاوزون. فبدانا نجمع الكفرات ونصنع منها الطاولات وكمان كراسي، فبديك الست كامل كله مع بعض، كمان يعني المخدات تبعت الكراسي برضو معموله من تروشيه، فدمجنا عنصرين في عنصر واحد. هذه كان من ضمن الاشياء اللي حاولنا نسويها. طبعا في افكار ثانيه أكثر، بس زي ما قلت لك يعني بنجرب بنسوي تجربة بنعطي كل منتج حقه لحتى نقدر نطوره أكثر وأكثر. كانت عملية تصنيع هذه القاعدات حقة الضغط الدائرية هذه، كانت تصنيعها صعب ولا كان فيها تدريب ولا كان؟ بصراحة هو في الأول كانت شوية فيها تحدي للسيدات، هم أوريدي بيعرفوا يسووا كروشيه، بس كان التحدي إنه ما كان أحد راضي إنه هو يبدأ يعمل كروشيه بأكياس بلاستيك. وقعدنا تقريبا لمدة سنة كاملة وإحنا بس ندور على أحد. أنت قلتي لي إنه ما في دعم ولا في مصانع ولا في أي شيء، فالناس بتسويها على يدها. بالضبط. فهل كانت صعبة؟ أيوة. دربتوا الناس كيف؟ لا، هو أي أحد يعرف يسوي كروشيه يعرف يسويها عادي، بس كان يعني المبدأ نفسه إنه الست إنه هي تبدأ تسوي كروشيه بكيس البلاستيك، هنا كان التحدي لأنه ما كانوا يرضوا يعني. ما كان. بس لما سوينا إحنا عينات وهم بنفسهم شافوا العينات وعجبتهم أتحمسوا وبدأوا يجربوا، وطلعنا بدي النتيجة يعني. أنا حاشتري منك بيضة كمان تشجيع عندي الفكرة. تاني شيء بصراحة عجبني الموضوع. لا خلاص إحنا نديك أنت تشتري. الله يسلمك، شكرا. وأنا أحييك على هذه الفكرة. تسلم. اللي بالفعل يعني أنا عجبتني زي ما قلت لك، لأنك أنت فكرتي باتجاهين، يعني كان تفكيرك ذكي وفكرتي بناحيتين، أنك أنت تسهمي أيضا في إنقاذ البيئة، والشيء الثاني أنك أنت تدعمي الأسر المحتاجة. إحنا نشكر تواجدك ديانا. شكرا لك، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. إذا مشاهدي الكرام، بعد هذه الفقرة الشيقة اسمحوا لنا أن ننتقل إلى فاصل قصير ونواصل باقي فقرات سيدتي، خليكم معنا. أنت متفوقة معها والطموحة معها، أنت السعيدة معها، الرابحة معها، معها أنت الشابة الدائمة، سيدتي، سيدة المجلات العربية. سيدتي نت، معك أثناء دراستك، معك في مملكتك. مجلة سيدتي لكل فرد من عائلتك. سيدتي وموقعها الجديد لكم ومعكم كل لحظة. في سيدتي بعد الفاصل، امرأة تموت كل دقيقتين والسبب سرطان عنق الرحم. We'll be right back.
بكم من جديد. يحتل سرطان عنق الرحم المرتبة الثانية من حيث نسبة الإصابة به بين النساء، وبالرغم من توفر اللقاحات المناسبة للوقاية منه، إلا أن قلة الوعي بطرق الوقاية قد تؤدي إلى وفاة امرأة كل دقيقتين حول العالم. نتابع في هذا التقرير. سرطان عنق الرحم وفقاً لإحصائيات عالمية مسؤول عن وفاة امرأة كل دقيقتين حول العالم وامرأة كل ساعة في منطقة شرق الأوسط. ولضرورة التوعية بالمرض، نظمت طالبات كلية فاطمة للعلوم الصحية بأبوظبي بالتعاون مع هيئة الصحة حملة التوعية بسرطان عنق الرحم في مقر الكلية. كلية فاطمة للعلوم الصحية هي كلية بتعنا في تقديم تأهيل الكوادر الصحية اللي قادرة على خدمة المجتمع. بالنسبة للوقاية الصحية لهذا المرض من خلال أخذ واحد من المتطعيم ضد اللي هي نوع من الفيروس اسمه Human Papilloma Virus. طبعا هو مش فيروس واحد، مجموعة كبيرة من الفيروسات. طبعا 99% من هذه الفيروسز هي السبب الرئيسي لسرطان عنق الرحم. هلا المشكلة عندنا في الإمارات هنا إنه معظم الحالات اللي بتجينا اللي هي تقريبا في درجات متأخرة، 70% درجات متأخرة، وهي الدرجات المؤخرة ممكن ما صار المرض بالمرة إذا أخذوا اللقاح. هذا المطعم اللي بياخدوه ممكن يتاخذ على 3 جرعة، وإحنا في المدارس يعطى من عمر 17 لـ26 للطالبات. فأنا يعني هذه الفرصة بنحكي لكل الآباء والأمهات والطالبات من عمر 17 لعمر 26، إذا سمعتوا عن اللقاح اللي هو يقي من سرطان عنق الرحم، هذا اللقاح كتير كويس، ما إله سايد إفكت اللي هي المضاعفات الثانوية، واللقاح هذا بقيهم لأنه 99% من سرطان عنق الرحم من خلال هذا الفيروس. سرطان عنق الرحم يعتبر من أنواع السرطان التي يجهل المجتمع مدى تفشيها بين نساء العالم، وبالتالي فقد جاءت هذه الحملة لترفع مستوى الوعي بين الطالبات والكوادر النسائية. وتأتي هذه الحملة لتبين مدى إخلاص الطالبات وإصرارهن على نشر الوعي والتقليل من حدة انتشار هذا المرض في المجتمع الإماراتي. مرض سرطان عنق الرحم اللي يعتبر أكثر الأنواع شيوعاً في دولة الإمارات، خصوصاً بين الفئات النسائية. وطبعاً خلال هذا الجانب إحنا نحاول إنه نوعي البنات، خصوصاً فئات العمرية الصغيرة، إنه يحاولوا يوعوا نفسهم ويثقفوا نفسهم صحيا بخصوص مرض السرطان. قبل ما ناخذ جرعة التطعيم كان في توعية سابقة وعونا فيها، وبأهمية ناخذ جرعة التطعيم. كانت جرعة التطعيم في 11 كانت على 3 مراحل، أول مرحلتين الإبرة و3 مرحلة القطرة بالفم. طبعا كان الشيء مش إجباري، شيء اللي حابينه، بس ان طعمنا نحن لان نريد نقي عمرنا من ان نصيب بهالمرض. ردة فعل البنات كان في منهم عارضين بحكم ان الاهل ما يعرفون، ما كان في توعيه كافه. فاحنا لازم نعلمهم، لازم ننشر الوعي بينهم عن اسباب المرض، كيف انه ممكن نكشف هالمرض، وين ممكن نروح، كيف نعالجه. مشاهدينا، للحديث حول هذا المرض معنا أخصائي أمراض النساء والولادة الدكتور بشار عبدو. أهلا وسهلا بك دكتور. مساء الخير دكتور. أول شيء خلينا نعرف الأسباب. بالأساس سرطان عنق الرحم، السبب الرئيسي في سرطان عنق الرحم هو عبارة عن فيروس، نوع من أنواع الفيروسات اللي تسمى Human Papilloma Virus، أو بسموه الحقيقة فيروس الثأليل. هذا الفيروس هنالك حوالي 80 فصيلة من هذا الفيروس. الفصائل المسببة بشكل أساسي هني فصيلتين تقريبا 16-18. بأكثر من 90 إلى 95% من حالات أم سرطان عنق الرحم سببها هذا الفيروس. طبعا في فصائل أخرى. 16-18 إيش دكتور؟ ما فهمت شيء، معلش.
نحن قلنا انه الفيروس له حوالي 80 فصيله. اوكي. يعني هذا يقسم 80 فصيله. طيب. الفصائل اللي طبعا تعتمد على تصنيف شيء اسمه الدي ان اي بالنسبه للفيروس، فصيله 16 و18 هن اكثر فيروسين او اكثر فصيلتين ممكن يأهبوا او يسببوا سرطان عنق الرحم. اها. فهم اذا تواجدوا معناته في احتمال الاصابه بالسرطان. تمام. نعم. بالضبط. طيب ايش الاعراض الواحده لما يكون عندها لا سمح الله سرطان عنق الرحم، كيف ممكن تعرف؟ هون بيت القصيد. نحن يعني قبل ما نحكي بهذا الموضوع يا ريت نحكي قبل ما نوصل الاعراض. سرطان عنق الرحم لا عرضي. لما بيجي باعراض معناته صرنا بمرحله متقدمه. وبالتالي صار شفاء ضعيف. قبل ما نحكي بموضوع انا اقصد بالاعراض، يعني لما مثلا في سرطان الثدي ممكن دائما في فحص المراه ممكن تعمله في البيت. تمام. عشان تعرف، بس عنق الرحم لازم دكتور. تمام. الشغله المميزه بسرطان عنق الرحم انه تسلسل الزمن للاصابه معروف. الفرق بينه وبين سرطان الثدي، لحد هلا سرطان الثدي ما معروف كيف التسلسل الزمني. وبالتالي لما بدنا نجي بسرطان عنق الرحم بالاعراض فبنكون وصلنا لمراحل متقدمه. نعم. يعني الاعراض الاساسيه اللي ممكن تشوفها، ممكن تراجع السيده، احيانا بنزف بعد الجماع، احيانا ضائعات غزيره كريهه، احيانا مراحل متقدمه بتراجعنا بقصور كلوي، ممكن تراجعنا بالام حوضيه شديده. بس أهم عرضين ممكن يكونوا هني النزف بعد الجماع أو النزوف المتكررة أو حالات الضائعات المهبلية الغزيرة الكريهة الرائحة اللي ما بتعني المعالجة البسيطة. نعم. هذا عادة بيجي للست المتزوجة أو ما بيجي للعازب أو اللي ما عنده علاقات جنسية زوجية. ما بنصاب فيها سرطان عنق الرحم. جميل. طيب في أي عمر يفترض ممكن يعني تصاب المرأة به؟ لحظة. الحقيقة يعني بدي أرجع أكرر لموضوع أساسي، أنه قبل ما نحكي بالإصابة نحكي الوقاية، كيف ممكن نبدأ قبل ما تصير الإصابة. ذروة الإصابة بين سن 45 و 55. لكن في إصابات تبدأ من سن فوق 25، بال 28 ممكن يكون في إصابات. ذروة الإصابة بين 45 و 55. نعم. ميزة سرطان عنق الرحم انه له عمر زمني طويل، يعني بيطول لي 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 ليوصل للاصابه. نعم. بيبدا بمرحله ما قبل سرطانيه. ووصل سرطانيه. المرحله ما قبل السرطانيه عاده بتاخذ من 15 ل 20 سنه. نعم. فنحن اذا كنا بدنا نخدم الامهات، بنخدم السيدات، كيف فينا نكشف قبل ما توصل للسرطان؟ طب كيف؟ هذه النقطه كثير مهمه واساسيه. عالميا هناك الحقيقة أهم شغلة، هناك مدرستين، مدرسة الإنجليزية ومدرسة الأمريكية. المدرسة الإنجليزية تبدأ بالمسح الدوري لكل السيدات اللي عندهم علاقات زوجية أو عندهم ممارسة جنسية من سنة 25 كل 3 سنوات. بأمريكا وبكندا بيبدأوا المسح من 20 سنة وكل سنة. ما لاحظوا إنه إذا عملوا الحقيقة 3 سنوات إنه فلت أو أحد الحالات ما قدروا يكشفوها. الأمر بسيط، عبارة عن مسحة بسيطة بفرشاة بسيطة، بناخذ الخلايا اللي على سطح عنق الرحم وبنبعثها للتحليل. أي تبدل بسيط ممكن نكشفه. وحتى هذا التحليل أو هذه الدراسة إلها مراحل، يعني المرحلة الأولى الثانية الثالثة وطبعا هذا التفصيل له كمان تفصيلين إنجليزي وأمريكي. على أي حال هو مرحلة أولى وثانية وثالثة بيسموها CIN 1 2 3. المرحلة الأولى المرحلة هي الحقيقة مرحلة المبكرة جدا واللي بترافق مع بداية الإصابة. لسه ما صار في تبدل بخلية العنق الرحم. الأمر بسيط، هدول السيدات بدهم متابعة أكثر أدق شوي، ثلثينهم بيشفوا، الثلث الثاني بيترقى لحالات متقدمة. نعم. نحن إذا بنقدر نكشف أو نعالج قبل ما يوصلوا للمرحلة السرطانية فهذا العلاج شافي. ممتاز. لما بنوصل لمرحلة سرطانية صار الشفاء الحقيقة يعني نسبته قليلة، وكل ما كان الكشف متأخر كل ما كانت الإنذار أسوأ كل ما كانت السبوفيات أعلى. قديش المراحل تأخذ وقت بين مرحلة ومرحلة تقريبا؟ عادة من المرحلة الأولى للمرحلة الثالثة للسرطان تأخذ حوالي 10-15 سنة. أوكي. يعني نعم. عندها وقت المرأة ولازم دائما تراجع الدكاترة. المهم المتابعة. السيدة اللي بتراجع بسموها البابا نيكولا سمير أو بسموها سيرفيكال سمير، لو طاخت عنق الرحم اللي بتيجي طبيعية ما في قلق. هاي بنقول لها إنه روحي أنت روحي على بيتك وضعك أمين، رجعيني بعد 3 سنوات. طب دكتور أخيرا خلينا نتحدث عن الوقاية المبكرة.
الوقاية المبكرة خلينا نحكي بشكل أساسي. نعم. أهم شغلي تجنب الممارسات الجنسية المشبوهة. هذا أنا برأيي أهم وقاية. يعني لما بيكون في علاقة جنسية بين اثنين وأحد الشريكين له أكثر من علاقة جنسية، هذا من الأمور الخطرة جدا اللي ممكن تنتج الفيروس. هذه أهم شغلة. الناحية الثانية هو المسح المبكر. الأمر الثالث طبعا هلأ عم يحكوا بموضوع الحياة الفاكسينيشن، اللقاح تجاه هذا الفيروس. لا شك أنه اللقاح خفف كتير، خفف بشكل واسع من الإصابة لكن لم ينهيها. نعم. لازم نكون الحقيقة صريحين. ما كتير نتاخد بالشيء اللي عم ينحكى أنه والله هذا 100%. الحقيقة لازلنا عم نشوف إصابات. بدي أضيف بس معلومة مهمة جدا من شان موضوع سرطان الرحم. سرطان عنق الرحم لازال يكتشف سنويا 500 ألف إصابة سرطان عنق الرحم في العالم. هنالك 250 ألف وفاة سنويا بالعالم من سرطان عنق الرحم. ال 500 ألف مع الأسف الشديد هن تكشف في الدول النامية وبمراحل متأخرة. نعم. باختصار شديد دكتور، في أي حالة ممكن يتم استئصال عنق الرحم؟ إذا وصلت للمرحلة الثالثة ممكن وما تعافت؟ لحظة. الحقيقة المرحلة الثالثة اللي هي ما قبل سرطانية يبقى استئصال الآفي في أحيانا قد يكون شافي. نعم. في شرط أنه ما يكون فيه صار إصابة سرطانية منتشرة. نعم. لما بيكون صار فيه سرطان صارت الوضع بده عملية كبيرة واستئصال كامل وذات مخاطر عالية. يعطيك ألف عافية دكتور بشار، يعني أكيد الموضوع يحتاج متابعات. لا شك. دائمة. لا شك وبحاجة لبرامج. صحيح. شكرا لكم. شكرا. يعطيك العافية. مشاهدينا الآن رح نروح مباشرة لاستوديو ببيروت مع زميلة نانسي ياسين. مساء الخير نانسي. أوكي. مساء الخير نانسي، تسمعيني؟ بحباق هو. طيب ربما الصوت مو واضح عند نانسي. عموما كنا بدنا نعرف ايش عندهم فقرات. اذا حبيتوا مشاهدينا تابعوهم على LBC. الى اللقاء. Repair 5 من لوريال باريس بيعالج العلامات الخمسة للشعر التالف. 7 Up شكل جديد نفس الطعم الرائع.